أهلا ومرحبا بكم من جديد. تركستان الشرقية، مسلمي تركستان الشرقية، هؤلاء المسلمين الذين يعيشون ظروفا صعبة في ظل الظلم الصيني لهم والقتل والاعتداء على الأطفال والنساء والأطفال هناك، سجون، معتقلات، تعذيب، ذبح، قتل، تهجير لمسلمي تركستان الشرقية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور عبد السلام تكليمكان، الخبير في شأن تركستان الشرقية. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور. دكتور، في البداية هناك مؤتمر معا لنصرة تركستان الشرقية، ما هي أهمية هذا المؤتمر برأيك؟ مبدئيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المؤتمر عن قضية تركستان الشرقية وهي تعد الأولى من نوعها، حيث أن المؤتمر تهدف إلى إيصال صوت المسلمين التركستانيين إلى العالم الإسلامي أجمع، فلهذا أهميتها ترجع إلى أن صوت تركستان الشرقية بدأ يصل إلى عالمنا العربي والإسلامي، حيث تشرفنا بحضور كبار الممثلين من أكثر من 40 دولة من دول العالم الإسلامي، وهذا يعني بدوره تؤكد لنا أن عالمنا الإسلامي ومجتمعاتنا الإسلامية يعني تدعم قضيتنا ولو كانت لا تستطيع أن تصرح بها في